وياكم طارق الهاجري، واليوم بغطيكم مهرجان راس الخيمة للسيارات. مرحبا فيكم في حدث جديد وهالمرة كبير. هذا مهرجان راس الخيمة للسيارات. المهرجان هذا كبير جدا، من الأحداث الكبيرة هالسنة. بيكون فيه جميع ما يتعلق في السيارات تحت سقف واحد. سيارات كلاسيك، معدلة، جديدة، يابانية، أمريكية، محلات قطع غيار. ما شاء الله تشوفون هني واحدة من السيارات الداخلة. مهرجان كبير، في دريفت، في فعاليات كثيرة. إن شاء الله راح أغطي لكم الحدث من بدايته لنهايته، من دخول السيارات إلى الفعاليات اللي داخله إلى النهاية. إن شاء الله راح تستمتعون ويانا. إن شاء الله خليكم مع الفيديو، وإن شاء الله بيكون شيء مرتب. نفس ما نشوف هني الشباب الله يعطيهم العافية يركبون الستاند مالهم. هني بيكون تراكو، وهناك يو جي آر، هني المدخل الرئيسي. والجميل بصراحة جزاهم الله خير، إدارة المعرض ما قصروا ويانا، عطونا المساحة هاي في النص. المساحة هاي بتكون كلها للسيارات الكلاسيك المعدلة. هذا موتر أبو ناصر، هذا موتر أبو علي، موتر ياي في الطريق، موتر أبو حمد هناك، وأبو حمد الثاني هني. فبيكون صفه إن شاء الله مرتبة. باخذكم إن شاء الله جولة كيف نرتبها ونصفها إن شاء الله. وفي محلات وايد هني، هناك فورد واللكسز، وبعدني يعني أنا في البدايات يعني هاي بدري، فإن شاء الله بصور لكم أغلب الأشياء الموجودة هني. القاعة اللي هناك إن شاء الله بتكون في ممر هني، بتكون لسيارات الكلاسيك إن شاء الله. وهاي المزيونة وصلت ما شاء الله، بنزلها وبندخلها داخل إن شاء الله. ما شاء الله هلا 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 ابو حمد، ما شاء الله ما شاء الله، هلا بالزين، عافيك. بوس بوس، يمين يمين، ما شاء الله ما شاء الله. الحين مندخل الموتر داخل، ان شاء الله انه ما يحك ان شاء الله.
شاء الله تبارك الرحمن اكتملت جواهر. الله يبارك لأصحابهن ويبارك لنا. وقفناهن والشو إن شاء الله بيبدأ باكر وبنصور لك اليوم. هني باب الرئيسي اللي يدخلون من الناس، وأول ما يشوفون هالسيارات ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله باكر بكمل التغطية، أو يوم الخميس بكمل التغطية وبراويكم، بأخذ لكم جولة حول السيارات كلها يوم تكتمل إن شاء الله وكل شيء يكتمل. مرحبا فيكم من يوم الجمعة. اليوم بيكون إن شاء الله أزحم يوم، وبي إن شاء الله نوادي سيارات إن شاء الله في المعرض في الساحة اللي برا فوق 200 سيارة إن شاء الله. راح أصور لكم إن شاء الله دخولهم، لكن قبل بصور لكم المحلات الموجودة هني، بأخذكم لفة منها هالمزيون ما شاء الله. عقب إن شاء الله بأخذكم فرع على السيارات سواء المعدلة أو الكلاسيك أو الكستم إن شاء الله، وسياراتنا المعروضة هني. فإن شاء الله بتكون حلقة حلوة وتريونا، وما ننسى الدريفت بعد بيكون بعد حلو. نبدأها بمحل يو جي آر، هذا المحل مشهور نفس ما تشوفون بالكزوزات والحام ما شاء الله عليهم، صراحة شغلهم معروف. شوف هني ما شاء الله شغل الهوت سايد مال الكزوز مال توربو ما شاء الله، وأحلى شيء المشهور عندهم الكورفيت هاي. شوف الشغل ما شاء الله على الكزوز، صراحة وحش ما شاء الله عليه. طبعا يشتغلون على أنواع وايد من السيارات سواء فور ويل سبورت أي شيء عندهم ما شاء الله. وهذا من المحلات المشهورة هني اللي هو انتراكو، عنده قطع تزويد، لكن لأهل الكلاسيك عندهم الفايتك. هذا إن شاء الله بسوي حلقة خاصة عنه لأنه ممتاز جدا للي ما يبغى يغير مكينته لكن يحولها إلى انجكتر أو بخاخ، ممتاز جدا. إن شاء الله لي حلقة متخصصة وحلوة إن شاء الله بتكون عنه. عندهم الجنريتر باور ماستر طبعا مشهور، هذا لأهل الكلاسيك بشكل عام ممتاز جدا. هو هذا مال الاس لكن ممكن تركبه على المكان القديمة، أمبير عالي وممتاز. من المنتجات الحلوة اللي عندهم البطارية، هاي البطارية هاي ميزتها انها اول شيء خفيفة وصغيرة، هاي ممكن تكون اقوى حتى من البطاريات الكبار. لكن شو ميزتها هاي؟ يوم يكون عندك مثلا مشكلة في البطارية وتنزل ينزل الفولتج فترة طويلة او عندك مشكلة، هاي يوم توصل 12 فولت من نفسها تفصل خلاص ما تشتغل، حسب تحافظ ان الفولتج هذا ما ينزل اقل من 12. يوم تي مره ثانيه تبغى تشغل السياره مجرد تضغط هذا الفص هذا خلاص السياره البطاريه تشتغل مره ثانيه وتقدر تشغل السياره امورك طيبه. وهاي شركه يابانيه تسوي هالنوع من الصبغ او التعديل، طالعوا الصبغ كيف. غريب وجميل، ويسوون النقشات هاي. نفس الشيء النيسان اللي هناك، نفس الشيء المواتر اللي هني. شوفوا كيف الجتيار، ما ادري يبان في الكاميرا ولا لا. شوف الشغل على هالموتر، هذا يسوي اير برش ما شاء الله عليه. هذا اسم الشركة بيس دبي، هذيل عند نفس الشركة يعني يسوون جلاد، لكن شوف شو يسوي هنا، يسوي هالخطوط هاي. هذيلا ما شاء الله من كاربون سيجنال، طبعا مشهورين بالبودي كيت خاصة للسيارات هاي، شغلهم معروف بصراحة ما شاء الله عليهم، جميل جميل. هني المحلات مالت الفور ويل والتزويد والاكسسوارات ما شاء الله، وايد محلات اي ار بي وغيرها توربوات ما شاء الله.
صراحة يباله لفة اللي يبى شغلات ولا شيء، فرصة يتعرف على المحلات. هالبنية الصغيرة راح تجر السيارة بأسنانها، هذا أبوها جالسين يرتبون الموضوع. ما شاء الله عليها، ما شاء الله. واليوم الاحد، اليوم بيكون الفاينل الدريفت الحين وقت البراكتس، والساعة 4 بيكون دخول الفرق للفاينلز النهائي. البطل الشيخ سلطان جزاه الله خير سمح لي اني احط الكاميرا على سيارته، ان شاء الله بصور لكم لقطات بتكون حلوة. الدنيا هنا خبصة وما شاء الله حماس فل، كل حد شغال على سيارته بحيث يجهزها للفاينل. ان شاء الله بنقلكم الاحداث وادخلكم وياي خطوة بخطوة، استمتعوا. We'll be right back.
والحين ان شاء الله محركين مشغلين سياراتنا وطالعين ان شاء الله تغطي عيبتكم. صراحه احب اشكر كل المنظمين اللي قاموا على تنظيم المعرض لانه فعلا قاموا بجهد كبير جدا لانجاحه. جزاهم الله خير، ما قصروا لا حتى من المكان لا من الفعاليات لا من كل شيء. بصراحه جزاهم الله خير وما قصروا، فان شاء الله عجبتكم التغطيه. لا تنسون الاشتراك في القناه واللايكات، وإن شاء الله نلتقي في تغطيات ثانية. مع السلامة.